نزلت بربا قويا شديد فربي عليم بحاجاتنا ومنا دنا قبل حبل الوريد ومنا دنا قبل حبل الوريد. والحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله الذي أنقذنا وأخرجنا من ظلمة القبورية والوثنية إلى نور الإسلام والتوحيد، هذه هي النعمة الكبرى. فلا تسألن عبادا ضعاف واسأل إلها رؤوفا حميد غيورا ولا يرتضي بالشريك فإياك عن دربه أن تحيد. والحمد لله والشكر لله، نتأسف على ما فات، نتأسف على الوقت والجهد والعمر الطويل الذي قضيناهم في ظلمات الجهل والتجهيل. أخي كيف تقصد تلك القبور وتترك ربا يجيب الدعاء فربك منك قريب قريب رحيم ويسمع همس النداء رحيم ويسمع همس النداء.